طيب نروح بقى لأخبار المران. النهارده كان في تدريب صباحي لفريق النادي الاهلي في ملعب مختار التتش بالجزيره، تدريب نقدر نقول العناصر الرئيسيه كلها كانت موجوده النهارده في المران، التشكيله الرسميه، القوام الاساسي، كل لاعبي الاهلي اللي كانوا موجودين في المنتخب النهارده كانوا موجودين في المران. التدريب كان صباح اليوم تحت قياده السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيره، ودي التدريبات يعني نقدر نقول الاستعداد لمباراه المقاولين في كاس مصر، مباراه ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي الساعه 5، ودي ضمن لقاءات دور الثمانيه في كاس مصر الموسم الماضي، لسه كاس مصر الجديد لسه ما اتلعبش، لكن دي المسابقه الكاس اللي فاتت. كولر عقد محاضره مع اللعيبه قبل اداء المران، وكلكم شايفين طبعا على الشاشه يمكن عمار حمدي خلاص في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي، يمكن نفسه بقى يشارك ويمسك الكوره ويلعب بالكوره، لكن ده ضمن الخطه الموضوعه عليه من الطبيب. كمان قدامنا بيرسي تاو بالنيوليك الجديد، محمد شريف، احمد عبد القادر، يعني ان شاء الله باذن الله يكون الفريق في اتم الجاهزيه وما نتضررش من فكره توقف الدوري الفتره الاخيره، والفريق يرجع لمباراه المقاولين بنفس المستوى اللي نهى به المرحله الاولى اللي لعب فيها 3 مباريات في الدوري، لعب فيها مباراتين في افريقيا وظهر فيها الحمد لله بشكل جيد. قدامنا كمان علي لطفي، قدامنا معظم اللاعبين الحمد لله، محمد الشناوي، قلت لكم يمكن حتى ياسر ابراهيم، حسين الشحات، كل العناصر اللي كانت بتشارك مع المنتخب الحمد لله النهارده كانوا موجودين في المران. كان في مران كمان لحراس المرمى تحت قياده ميشيل يانكون، وركز فيه على التدريبات الفنيه والخططيه، وكان في تقسيمه بالكره ما بين اللاعبين في اطار تجهيز الجميع للمباريات، وخلاص يبدو كده ان ما فيش اي مباراه وديه قبل مواجهه المقاولين العرب. خلال الايام اللي جايه هنطمن باذن الله على حاله حمدي فتحي، وهنطمن اكتر كمان على عمرو السوليه، هو قدامنا الحمد لله كمان موجود في المران الجماعي، محمود متولي كمان هنحاول نطمئن عليه خلال الفتره الجايه، يمكن دول ابرز 2 محتاجين نشوفهم من باذن الله الفتره الجايه، هل يقدروا يشاركوا في مباراه المقاولين ولا هيكونوا جاهزين بعد لقاء المقاولين، سواء حمدي فتحي او حتى محمود متولي. طيب دي الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي.